انا بالنسبه لنا التجار ديال السويقه راك عارف الامور كي غادي تمشي في هاد العواشر. بالنسبه للخدمه ديالنا راك عارفها كتكون موسميه، وهذا الموسم هذا هو جا شي شويه ناقص شي شويه بالنسبه للتجاره على ود الخدمه. دابا كيكون بنادم غلاء المعيشه وهذا الشيء هذا، هو بنادم غادي على دقه دقه في العوض. ما يجي يقول لك اعطيني بياسه ديال 200 درهم ولا 150 درهم، كيقول لك اعطيني شي حاجه رخيصه اللي غادي نقضي بها الاغراض، لان كل شيء غالي سبحان الله العظيم. حتى السلعه كتكون قليله شويه وعلينا ضغط شي شويه، ولكن هذا العام الحمد لله ما كاين شيء، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد على اي حال. واحد راه كيمشي دقه دقه تيحم الله سبحانه وتعالى، والله يفرج على العباد. تبان الصناعه التقليديه بالنسبه للجلبات ديال العيالات ديال الاطفال ديال الرجال، ولكن انت كتشوف مولفين العام كنكونوا خدامين هذه الوقيته. هذا العام هذا سبحان الله العظيم كاين ركود شي شويه، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. مع الزياده اللي كاين في الاسعار هذه الزياده هي اللي اثرت على كل شيء، لان دابا ملي كتاثر على بنادم دابا الانسان دابا ملي كيجي كيمشي للدار ديالو كيبغي يتقدى، غادي يتقدى مثلا واحد عنده واحد البيجي ديال واحد 150 درهم ولا 200 درهم ولا شنتي باش غيوفر الاخر ديال الشهر. ما كاين شيء، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، كتكون البركه، البركه كاينه الحمد لله. بالنسبه للاثمنه ديال الثوب، الاثمنه ديال هاد بالنسبه للاثمنه كتوجد انت من دابا مثلا هو الحمد لله هذا العام جا في شهر 4 قول شهر 4 رمضان، انت كتوجد من شهر 1 انت كتوجد السلعه بشويه بشويه عند خياطه عند هذا عند هذا باش كتجمع ديك السلعه ديال هاد الوقيته هادي. ولكن احنا دابا احنا مزيرين بالنسبه للناس، خدينا كيديات من عند الناس خدينا داك الشيء، ولكن الوقت كتسنى دابا تيفوت العيد باش تبيع شي شويه عاوتاني، والى جات الصيف مزيان وتحقق شويه الامور وتكون الامور ميسره. بالنسبه للاثمنه ديال الثوب كل شيء تزادت، تزاد الثوب وتزادت الخياطه. دابا مثلا الخياط الا كيخدم لك بواحد المقدار تزادت واحد الثلث ما غيقنعوش، فهمتيني؟ لانه حتى هو غالي عليه المعيشه، حتى هو خاصو. وبالنسبه للخدام حتى الخدام في المحل راه خاصك تزيدو، لان الا ما زدتي هذا وما زدتي هذا هو مزيود عليه. ولكن الشحط كامل كيجي على المواطن ماشي كيجي على، لان المواطن غيخلص. انا واخا هكاك غادي نتزير شي شويه، ولكن المواطن اللي مسكين مهلوك ولا حاشمنا. واحد الفتره كانوا دابا صحاب المحلات ولا كانت عندهم واحد الوضعيه اللي هي مريحه نسبيا. دابا حنا كنخدموا بيدينا حنايا وكنديروا معنا الخدام، وحنا كنخدموا اكثر من الخدام. على وداش دابا الخدام هو غادي يخدم عنده الرقيته ديالو غادي يخدمها وغيمشي بحالاته، انت خاصك تبقى كونتيني. الفطور بعد النوم ما كنفطروش مع وليداتنا، ها هي العواشر دابا وداك الشيء. والله الا اكثر ايام كتفطر في الزنقه، انا الوقت مزيره بزاف، ولا ما جيتيش شديتي يديك غادي تاكل رزق عباد الله، ولا كليتي رزق عباد الله المال ديال البنادم الا كيدافع الشيكات ودافع داك الشيء كل شيء باين. دابا الا درنا واحد المقارنه ما بين السنوات اللي فاتت واخا واحد العامين فات مع هذا العام، هي قبل كورونا عرفتهم كي دازت، بالنسبه لذاك العام ديال كورونا دازت الامور مزيره بزاف. ما خدمناش حنا 4 شهور، حنا في السوق هنا فين ما خدمناش 4 شهور، ومن بعد فاش جينا حنا حلينا في رمضان مور الفطور ما كناش كنحلوا. والعام اللي فات كانت شي شويه مع الناس كانوا ما شغاوش 3 سنين قبل، شويه كانت الامور ميسره ماشي بحال هذا العام هذا. ولكن هذا العام الحمد لله جات الامور ناقصه شويه، ولكن اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر لله. لان بالعواشر حنا كنا كنخدموا 15 يوم الاخر كامله كنا كنبيعوا ونشريوا، هذا العام ما كاين شيء ولكن الحمد لله. تقريبا 50% 60%. لا من 50% والطلب هذا العام ما كاينش اصاحبي، كاينه 30% ولا ما كايناش كاع. التجاره ما كايناش، يكذب عليك كذاب. بالنسبه لهذا العام هذا التجاره ما كاينش، كلشي كيشكي، ماشي غير حنايا، مال المعامل مال الخياطه كلشي كيشكي. انا الصناعه التقليديه في فاس الناس كاع اللي كتبيعوا وتشريوا داك الشيء، والناس عندها محلات كبار ومزيانين وكاين عندهم مصروف كثير، ولكن ما كاينش الدخل. لان اللي كيبيع مثلا واحد 30 بياسه ولا 40 بياسه غيبيع واحد 10 ولا 20، شنو غادي يدير ليه؟ 10 بياسه بشحال غتصور فيهم؟ بشحال غتربح؟ بشحال غتخلص من دراسه الولاد؟ بشحال غتخلص؟ عندك لي فري بزاف، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. الا جينا غادي نشكيو راه كلشي غيبدا يشكي. ونشكو على الله سبحانه وتعالى وهو اللي يحاسبنا. بالمناسبه ديال العيد، شنو يمكن تقول لنا المغاربه؟ العيد الله يجعل سيدي ربي يسر الامه العربيه، والله يشافي سيدنا، والله يفرج على العباد كامله، والله يجعل سيدي ربي يكمل كل واحد اللي نوى في خاطره والله يسهل عليه. ومبارك عواشركم كاملين وعيد مبارك سعيد. شريتي شي لباس ديال العيد؟ اه لابد، شريت لولاد ولاد ولدي هما اللي شريت لهم.
وانا اتمنى شويه مرتفعه بزاف، والبيع والشراء ضعيف هاد الايامات. معلومين لبسنا مؤخرا من الاعوام الاخيره اللي لبسناهم، طرات على الجيب والغلا وسميت الغلا بزاف، المعيشه درات بحال هكا. كاين تاثير كثير كاع بزاف. دابا انت ولد مدينه الدوار، ولد الاحياء. نعم. تطلع شي اختلاف ما بين السنوات اللي فاتت؟ اختلاف كبير بزاف. بحالاش؟ بحال بحال هاد الغلا، واش فهمتيني، بحال ما بقاش ذاك التعاطف اللي كان شحال هادي ما بين الجيران والاخوان وهذا، وصلة القرب ما بين الاخوان والعائلة وهذا تبدلات بزاف. ماشي بحالنا حنا قديم، كان التلاحم بيناتنا، وكنزوروا الاحباب وفي الاعياد وغير الاعياد. لاحظتوا هاد الشيء، لاحظناه بزاف كاع. الراوات انا بالنسبة دابا انا ولد الرباط ساكن في السويقه، الرواج ضعيف بزاف، وكان مع التجار كنبدا نتناقش معاهم وهذا كيقول لي هذا الشيء ضعاف بزاف. حنا خدامين على الكرا، كاين دابا اللي كيخلص هنا الحبوس لوزارة الحبوس، وزارة الاوقاف تيخلص لها مليون الفرنك كاع، ما يدخلها كاع كما كيدخل حتى 100 درهم، وعنده ثلاثة خدامة أربعة اللي خدامة، الله يحسن العون. فهمتي؟ كي داير البيع والشراء؟ البيع والشراء مزيان، الثمن مناسب. كي دايرها الحرفة؟ الحرفة يلاه كنتعلمو. عجباتني الحرفة. عجباتني الحرفة. شنو تخدم ليك أنت دابا في المحل؟ أنا كنبيع ونشري مع الناس. بيع وشري؟ كنبيع هذه ب 30 درهم، هذه 50 درهم، هذه 2600. وهل الثمن عندك فيكس ولا تتراد مع الكليان؟ كنتصاوب مع الكليان. ضروري تصاوب مع الكليان، ضروري. بالنسبة للسلعة شكون تيجيبها؟ كيجيبها الباترون. كنقدي السلعة وكنصوب المحل. أنا عارف دابا الثمن داك الشيء كامل. عيد مبارك سعيد. نتمنى لكم عيد سعيد، وكل عام أنتم بخير.